يلا بينا هنبدأ أخبارنا، وأخبار مهمة وأخبار تهم جمهور النادي الأهلي، ودي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا. أول خبر عندنا توقيع لاعبة كرة السلة، لاعبة كرة السلة شاكيل نانا، اللاعبة الأمريكية اللي وصلت النادي الأهلي وقعت امبارح في وجود كابتن رؤوف عبد القادر والمدير الفني كابتن علي هاشم. اللاعبة دي ما شاء الله عليها، اختاروها ناس كتيرة كانت كاشفة الموضوع وعارفة وكلنا عارفين، لكن احنا هنا في القناة لازم بنعلن عن طريق النادي الأهلي. لما النادي الأهلي بيوقع والعقود تخلص بنطلع الأسماء، لأن دي في الآخر تكون في إطار السرية، ده المفروض. اللعيبة دي احترفت في نادي الرياضي، احترفت في لبنان وخدت أحسن لعيبة في لبنان، ما شاء الله عليها، هومنتون اللبناني وكمان محترفة في الدوري اليوناني. أكيد لما وقعت كنا لازم نكون متواجدين، كاميرا الأهلي كان متواجدة، لكن متواجدة مع مين؟ مع المدير الفني اللي اتكلم عليها وقال عليها كلام كتير. خلينا نطلع لتقرير مع كابتن علي هاشم المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، وترجعوا لنا مرة تانية. بدأنا من يوم 15/7 فترة الإعداد، النهاردة المفروض أول يوم نكمل، إن كان في 6 لعيبة في منتخب الدرجة الأولى كان عندهم بطولة أفريقيا، خدوا أسبوع راحة وبدأوا ينزلوا معانا النهاردة، شغالين من 15/7 البروجرام عادي جدا ما فيهوش مشكلة. هنبدأ أول بطولة إن شاء الله يوم بطولة المنطقة يوم 10/9 بإذن الله. والله احنا ضمينا لعيبه من نادي الغابه بلاي ميكر، كان عندنا مشكله في البوزيشن دوت، غيرنا الاجنبيه باجنبيه جديده لسه واصله يوم الجمعه، داخلين في عقدين تاني كده ربنا يسهل يعني على اخر الاسبوع يخلصوا ان شاء الله. لا لعيبه كويسه طبعا، ليفل مختلف خالص عن الجون في مصر على حسب اللي تشوف. هي واخده الام في بي في السنه اللي فاتت في الدوري اللبناني، الدوري اللبناني دوري قوي، واخده توب سكورر، لعبت في المانيا ولعبت في اليونان، عندها اسم يعني، عندها اسم ومتشافه ويعني تعمل اضافه باذن الله، ومستنيين توفيق ربنا بقى باذن الله مع الكره السعوديه. استنوني على كونكت اهلي. اكيد احنا برضو مستنينك، زي ما شفنا شاكيل نانا بتقول استنوني على قناه الاهلي، فعلا احنا مستنينا عشان نرحب بيها، عشان نتكلم على كل الخلفيات وكل الكواليس، ونشوف الحياه بتاعتها كانت عايشه ازاي بره، وازاي استقبلت وجودها داخل النادي الاهلي، وازاي دخلت اول يوم، وحاجات كتيره هنعرف اسرار مع شاكيل نانا قريبا جدا باذن الله في قناه الاهلي.